كحة على الهواء تتسبب في إيقاف مذيعة مصرية عن العمل في الحالة. تسببت كحة على الهواء في إيقاف المذيعة المصرية دينا عبد الكريم عن العمل لمدة أسبوع، وذلك كإجراء احترازي في ظل أزمة فيروس كورونا إلى جانب معاناتها من الحساسية. كشفت المذيعة دينا عبد الكريم عبر حسابها على الفيسبوك أنها سوف تتغيب عن تقديم برنامجها صباح الخير يا مصر لمدة أسبوع كامل، وذلك بسبب كحة خرجت منها على الهواء أثناء التقديم. وأكدت دينا عبد الكريم أن منح إجازة لمدة أسبوع جاء كإجراء احترازي خاصة وأنها تعاني من الحساسية. وكتبت دينا عبد الكريم عبر حسابها تفاصيل واقعة الكحة قائلة: أسبوع إجازة من صباح الخير يا مصر كإجراء احترازي علشان عندي دور حساسية وكحيت النهاردة على الهواء، أنا محترمة القرار وعاجبني بصراحة، لازم نكون أول ناس نعمل اللي بنقوله. وجاء قرار وقف المذيعة دينا عبد الكريم عن العمل كإجراء احترازي نظرا لما يمر به العالم من معاناة مع فيروس كورونا الذي ما زال حتى الآن لا يوجد له علاج أو لقاح للوقاية منه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.